السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي يا صديقتي، إن شاء الله دائما ألقاكم في تمام الصحة والعافية. اليوم نشارك معكم بصيدلات أكثر من رائعين، فكنتمنى أنكم تكملوا الفيديو حتى الأخير. غادي ناخذ هنا 4 ديال الكيسان ديال الدقيق الأبيض الفورس، كأس ديال الفينو، غادي نضيف معلقة ديال السكر سنيدا، نص معلقة ديال الملح، ومعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلويات. غادي نجمع العجين ديالي بالماء اللي كيكون عادي، فإلا كان الجو بارد بزاف يمكن لكم تدفيوه واحد شوية. فهنا العجين ديالي من بعد ما غادي نجمعوه غادي نحطوه فوق سطح العمل وغادي ندلكوه واحد شويه، فما كياخذش وقت طويل في الدليك غير واحد شويه لانه فيه الدقيق ديال الفينو، فمن الافضل انكم تدلكوه واحد شويه عاد باش غادي تخليوه يرتاح على ما غادي نوجدوا الحشوه. هنا بعد ما دلكت واحد شويه غادي نشكلوا السبعه ديال الكويرات، غادي نحاول انني نديرهم بنفس الحجم. من بعد ما شكلتهم غادي نبسطهم واحد شويه وغادي نغطيهم بكيس بلاستيكي ونخليهم يرتاحوا على ما نوجدوا الحشوه. خديت هنا تقريبا واحد جوج ديال البصلات اللي شلطتهم بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا، جوج بصلات اللي كيكون الحجم ديالهم كبير. من بعد ما تنزل لي البصله غادي نضيف واحد الكميه ديال الكفته، وهاد الكفته هذه غادي نحاول انني نفتتها ما تبقاش مجموعه، نقطعها هكا بهاد الملعقه الخشبيه نفتتها باش تجي قطع اللي كيكونوا صغارين على هذا الشكل كما كتلاحظوا معايا. من بعد غادي نضيف لها شويه ديال الملح، غادي نضيف سكينجبير، الابزار، الخرقوم، شويه ديال القرفه، واحد راس معلقه ديال القرفه، وضامه ديال الزعفران، وغادي نحرك الكل جيدا. فراه الزيت ضفنا في الاول غير زيت المائده، ودابا غادي نضيف واحد شويه ديال زيت الزيتون، واحد المعلقه كبيره ديال السكر سنيده او معلقه ديال العسل الا كانت متوفره عندكم. فحشوه اكثر من رائعه، انا متاكده الا جربتوها غادي تعجبكم. في الاخير غادي نضيف واحد جوج معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس، وغادي ناخذ ايضا واحد جوج بيضات غادي نطربهم وغادي نضيفهم وغادي نحرك بسرعه باش ما كيتجمعش ليا داك البيض وكيعطينا المذاق ديال الاومليت. فضروري اننا نحركوه مزيان باش كينسجم مع ديك الكفته وكيعلقها لينا. هنا الكفته ديالي من بعد ما وجدت غادي نخليها على جنب، وغادي ناخذ واحد الكاسرول اللي فيها الماء طايب، غادي ندير جوج معالق ديال السكر سنيده، شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نحركهم وغادي نجيب الشعريه الصينيه وغادي نديرها في هذا الماء هذا اللي كيكون غليان وطفينا عليه وغادي نخليها تطلق فيها. من بعد ما صفينا ديك الشعريه الصينيه وتشربت لينا ديك القرفه وديك السكر سنيده والمليحه، فغادي نخلطها مع ديك الكفته اللي طيبت في الاول. هنا خديت جوج ديال الخيزويات اللي الحجم ديالهم كبير، حكيتهم في الحكاكه الرقيقه، ودرت ضفت عليهم جوج معالق كبار ديال الزبده. غادي نخليها هاد الخيزو يذوب مع ديك ويتشحر مع ديك الزبده. من بعد غادي ناخذ واحد الليمونه وغادي ناخذ العصير ديالها، فعطتني تقريبا كاس لارب ديال الليمون، غادي نضيفو على داك خيزو. من بعد غادي نضيف سكر سنيده الا كان عسل فعوضوه بالعسل. فضفت هنا تقريبا 3 المعالق ديال سكر سنيده، وغادي نخلي هاد خيزو يتعسل ليا في هاد السكر. من بعد ضفت الزبيب اللي كيكون مقطع، وكتبقى خطوه اختياريه هي نضيفوا سكينجبير المعسل، الا كان متوفر عندكم فضيفوه، ما كانش فماشي ضروري، فانا متوفر عندي فغادي ناخذ واحد الكميه وغادي نقطعها القطع اللي كيكونوا صغار وغادي نضيفوه، فكيزيدنا واحد المذاق الا ما كانش فيمكن لكم تستغناو عليه. في الاخير كنضيف واحد نص معلقه ديال القرفه، وهكا التعليكه ديالنا كتكون موجوده كتعطي البصيطلات ديالنا واحد المذاق لذيذ لذيذ بزاف. فكنتمنى صديقتي انكم تجربوهم، ان شاء الله غادي يعجبوكم. هنا غادي نرجع للعجين
من بعد ما ارتاح وطيبت الحشوة، غادي نخلي الحشوة تبرد ليا. غادي ناخد العجين وغادي نورقه بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا. غادي ناخد الزبدة اللي ذوبتها وغادي ندهن العجين ديالي كامل بالزبدة، فكما كتلاحظوا العجين كنورقه حتى تيبان لينا سطح العمل. من بعد كنتنيوه للوسط على هذا الشكل كما كتلاحظوا، وغادي ناخدو عاوتاني الزبدة وندهنوا هذه البلاصة هذه اللي ما مدهوناش، ونعاودو نطويو على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. من بعد هذه الكويره غادي نحصلوا منها على 4 ديال البسطيلات، فكل كويره كتخرج لينا 4 ديال البسطيلات صغار. غادي ناخد ديك الغطايه ديال القرع ديال الشوكولات اللي كنكون دهنتها بالزبده بالزيت مزيان، وغادي نحط فيها هذا المربع. من بعد ما كنسرح له دوك الجناب ديالو بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا، كنخلي الوسط ما كنسرحوش، كنسرح غير دوك الجناب. كناخد هنا واحد المعلقه ديال كاوكاو او لوز اللي متوفر عندكم اللي طحنته مع صاشيه ديال زهره البرتقال وواحد نص معلقه ديال القرفه. غادي ناخد ديك التعليكه ديال الخيزو غادي نضيفها من فوق داك كاوكاو او لوز على حسب اللي استعملتو، وغادي نجيب الحشوه ديال الكفته وكنحطها من فوق ديك التعليكه ديال الخيزو، وكنجمع الاطراف ديال العجين ديالي على هذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. فطريقه جد سهله وبسيطه، كنحصلوا على واحد البسطيلات اللي كيجيو اكثر من رائعين، كيجيو بنانين بزاف على هذا الشكل. كنضغطوا عليهم باش كياخذوا الشكل ديال ديك الغطايه، وكنحطوهم هكا في الصفيحه ديال الفرن. فكما ذكرت معكم كنسرحوا غير الاطراف ديال داك المربع، ما كنسرحش الوسط. وغادي ناخد داك المكسرات اللي عندنا وكنديروها، ومن بعد كنديروا ديك التعليكه ديال الخيزو اللي ما كيبقاش فيها نهائيا نسمه ديال الخيزو، كتعطي واحد المذاق لذيذ لذيذ بزاف ورائع. وكناخدوا الحشوه ديالنا وكنضيفوها وكنجمعوا العجين ديالنا. الا كان عندكم فائض في العجين فيمكن لكم انكم تقطعوه، فانا الصراحه جاني هو هذاك، جاني نيشان العبار ديال الغطايه، فما كانش عندي بزاف ديال الفائض ديال العجين. في بعض الوحدات اللي قطعت شويه من العجين فالكميه كامله جاتني هي هذيك نيشان. فهاد الاثناء اللي كنكون كنشكل البسيطلات فغادي نشعل الفران وغادي نخليه يكون مشعول من الفوق ومن تحت على حرارة اللي كتكون مرتفعة. من بعد ما غادي ندخل اللاطة فغادي نقص، غادي نخليها عفوا 10 دقائق على نار اللي كتكون مجهدة. بعد ما كدوز 10 دقائق فكنخفض درجة الحرارة ل180 وكنخليها مشعولة من الفوق ومن التحت، لأنني ما غاديش ندهنهم بالبيض، غادي ندهنهم غير بالزبدة، فغادي نشعل عليهم من الفوق ومن التحت. فهنا دزت الكويرة الثانية بنفس الطريقة كما استعملنا الكويرة الأولى، كنورقوها مزيان حتى تترقاق، كندهنوها بالزبدة وكنجمعوا العجين ديالنا هكا وسط، ومن بعد غادي ندهنوه بالزبده وغادي نعاود نطويه ونقسمه لاربعه ديال المربعات. كنتمنى ان الطريقه تعجبكم، طريقه اللي جد سريعه وسهله. فايضا واحد الكميه لان خرجت الكميه كثيره، كميه طيبتها وكميه احتفظت بها في المجمد كما غادي تلاحظوا معايا في الاخير ديال الفيديو. فراه كيجيو اكثر من رائعين، كنتمنى صديقتي انكم تجربوهم، ما غاديش تندموا الا جربتوهم، غادي يعجبوكم بزاف بزاف. طريقه سريعه سريعه بزاف، ما كيشدوش منكم الوقت نهائيا. فتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا، كنتمنى انهم يعجبوكم وتجربوهم ان شاء الله. شكرا لكم، دمتم بخير.